كيف نتعامل مع هذه الأزمة؟ الأستاذ عماد الدين أديب، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير، أهلا بك يا فندم. مساء الخير أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك ومشاهدينك. السؤال اللي حضرتك بتسأله سؤال صعب جدا، مش سهل، لكن أقدر أقول لك إنه العرب ليسوا كلهم بيواجهوا موقف واحد أو كلهم مستفيدين أو كلهم متضررين. يعني ما حدث في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية له تداعيات متباينة ومختلفة ومتناقضة على العرب. يعني عرب الخليج أو عرب النفط لديهم استفادة عظمى إنه برميل البترول أو النفط اللي هو كان من حاطينه في ميزانياتهم من 65 دولار كسر 90 وحيعدي حاجز 100. دول الشرق الأوسط اللي هي منتجة للغاز، وهو في ثلاث دول في العالم في الترتيب الغاز، الأول هو روسيا والثانية هي إيران والثالثة هي قطر. طبعا روسيا طرف في هذه الحرب، لكن بالنسبة لإيران هذا سيعجل بإنجاز اتفاق معها من الأمريكان، وحيبتدي الأمريكان يعيد تأهيلها ويأخذوا جزء من النفط والغاز الإيراني. قطر كدولة حيبقى موقفها أفضل، لكن حجم تدبيرها للغاز لا يستطيع أن يعني يعوض فاقد أو المطلوب أو الطلب اللي هو موجود في السوق. أما الدول اللي هي زي مصر، الأردن، السودان، اللي هي عندها التزامات وعندها احتياجات نفطية، فهي ستتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الطاقة، بسبب ارتفاع الحاصلات. وإحنا لازم نبقى عارفين إنه فكرة ارتفاع الحاصلات بالذات من الحبوب ده كان أمر متوقع من 6 شهور فايتة قبل حتى الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. أيضا العالم يواجه مشكلة كاش كبيرة جدا بسبب فقدان انه كان 86 تريليون هو اجمالي الناتج العالمي في السنة اللي فاتت، في السنتين اللي فاتت فقدت الناتج العالمي فقد 26% من دخله بسبب فاتورة كورونا والتقديمات الاجتماعية والتعويضات التي قدمت للمواطنين. فنحن نتحدث على وضع ضاغط جدا على العالم العربي. طيب هل احنا بنتكلم على مشكلة طويلة ام متوسطة ام قصيرة؟ لا، انا رأيي ان هي الحرب انتهت. الحرب انتهت حضرتك؟ هقول لك ليه ببساطة شديدة جدا. يعني دي مش أنا ولا خبير عسكري ولا حاجة، بس هي ببساطة شديدة روسيا هي الدولة رقم 2 حسب تصنيف مجلة جلوبال فاير في القوى العسكرية في العالم، بينما أوكرانيا الدولة رقم 22. الإنفاق العسكري الروسي 156 مليار سنويا، بينما الانفاق العسكري الاوكراني 12. عديد بقى القوات ما فيش مقارنة. كويس. في اول ساعتين في اول يوم تم ضرب 71 مرفقا اساسيا في اوكرانيا من قبل الطيران والصواريخ الروسية والمدفعية الروسية، وايضا تم إحداث شلل راداري فأصبحت كل أجهزة الاتصالات في حالة شلل وتحت سيطرة ورحمة الطيران الروسي والمسيرات الروسية. النقطة الثالثة أنه في بيلاروسيا بالإضافة إلى كرمية اللي هو القرم، ثم أيضا المنطقتين اللي هم الانفصاليتين اللي هم أعلنت روسيا استقلالهم والاعتراف بهم، كل دي
قوى ضاغطة على أوكرانيا. 17% من سكان أوكرانيا يتحدثون الروسية وينحدرون إلى أعراق روسية. فمن هنا جميع العناصر تقول أن هذه حرب غير متكافئة ومحسومة. الفارق ده اللي أنا عايز أقوله، إنه القوة العسكرية الأمريكية والناتو إذا قرنت بالقوة الروسية، دي مجتمعة ودي مجتمعة، في نهاية الأمر القوة أو الغلبة بالميزان العسكري لصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو. ولكن هناك فارق ما بين أن تكون لديك عديد من القوة ومساحات من القوة لكن لا تريد أن تدير هذه القوة لمواجهات، بينما الرئيس بوتين هو يعلم أنه الطرف الآخر غير راغب في القتال، لا يريد في المواجهة، لا يريد في الصراع، ليست لديه القدرة سواء في المجلس التشريعي في الكونغرس أو في الرأي العام لدخول أي مواجهات ممكن. فمن هنا أنت أمام طرفين، أمام تلميذ نجيب لستالين ده موجود في موسكو، وعندك تلميذ فاشل لباراك أوباما الديمقراطي موجود في البيت الأبيض. هنا رجل شاب ضابط مخابرات قلبه جريء عنده الدومة دي تحت رحمته، يقدر ياخد قرار في أي لحظة بالشكل اللي هو عايزه، يستطيع أن يتمكن من إصدار القرار، بينما الآخر لديه انشقاق داخل تيارات حزبه الحاكم داخل على انتخابات تكميلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومستوى الإحصاءات أو استشقاقات الرأي العام حوالين الرضا عنه ضعيفة جدا، وهناك احتمال غير تدهور صحته أو تقدمه في السن أنه 2024 ما يكونش هو الرئيس. فمن هنا أنت بتتكلم على وضع من الناحية الاستراتيجية يميل لكفة الحسم الروسي. في نهاية الأمر السؤال، لماذا أقدمت الولايات المتحدة على اللعب بالنار مع روسيا؟ احنا دايما بنشيطن ما قامت به روسيا، لكن علينا أن نفهم أنه في شيء مهم جدا الذي خالف العرف والاتفاق ولعب بالنار مع الروس في موضوع الدول المحيطة بروسيا أو الاتحاد السوفيتي القديم هو الغرب. في مؤتمر ناس كتير مش منتبهين له عقد في 2008 اسمه مؤتمر بوخارست، الذي داعب أوكرانيا وعدة دول أن تدخل حلف الناتو. وهنا كان الكلام الأمريكي واضح، احنا اتفقنا ان الدول المحيطة بنا دي لا يجب ان هي تدخلوها في احلاف عسكرية، لاننا لا يمكن ان اقبل على بعد 120 كيلو متر مني ان تنصب صواريخ الناتو. يعني دي زي ما قال استاذنا الدكتور جمال حمدان، الجغرافيا السياسية هي التي تتحكم في التاريخ، والمصلحة الاقتصادية هي التي تتحكم في السياسة، وما نراه الآن تطبيق لأهمية الجغرافيا عند روسيا، وما نراه في العلاقات أو الحرب بين الطرفين تقوم فيها المصلحة الاقتصادية. من هنا تقدر تفهم ليه ألمانيا مش واخدة نفس موقف الولايات المتحدة، واللي تفهم انه فنلندا والسويد لا تريدان الانضمام الى هذه المقاطعة، واللي تفهم ان ايطاليا اللي هي اكبر مستورد في الصناعات مصدر للصناعات الصغيرة لايطاليا والمتوسطة لا ترغب ان تتخذ هذا القرار، واللي ترى الشركات الكبرى في موضوع السويفت دي نقطة مهمة جدا يا استاذ عمرو. السويفت معرفش إذا كان الناس كتير منتبهين له، السويفت هو التشفير الرمزي الكودي لأي عملية تسليم وتسلم لعملية مالية للدولار ما بين البنوك. الغباء إنما حاولوا أن يلوحوا بهذا الموضوع إن هذا فيه ضرر للمصالح الغربية زي ما فيه ضرر للروس، لأن الروس مش بس بائع مش بس مشتري، لا هو بائع ومشتري. ففي نهاية الأمر لازم تدفعه عند هذا السايد حيتضرر. طب أستاذ عماد خليني أسألك أسئلة المواطن البسيط، الناس كلها بتقابلني في الشارع تسألني هو مين الغلطان، يعني سؤال بسيط كده يقول لك هو عمرو
هم الروس الغلطانين ولا الامريكان الغلطانين؟ اجابه السؤال ده تبقى هي مش لا انا عارف انها مش كده بس هو ده غالبيه الناس عايزين يعرفوا يعني هو عايز ياخد موقف عايز يبقى شايف ان الامريكان غلطانين فياخد موقف مع شايف يعني تعرف جمهور السوشيال ميديا العادي حتى اذا شفت اذا نظرت اليه من منظور القانون الدولي والمساله الاخلاقيه لا يجب لدوله ان تحاول ان تفرض نظاما على دوله اخرى وكل دوله لها الحق في اتخاذ ما تريد. اذا رايت انك عايز تشوفه من ناحيه الامن الوطني والامن الاقليمي يعني انت حاول تتخيل كده ان حد يجي على حدودك ويروح مدخل حلفه وحاطط صواريخ يعني على الحدود الليبيه مثلا مثلا فهنا هتبقى انت هتقف تتفرج مش هتقف تتفرج. بس خليني اقول لك اهم جمله عايز اقولها في كل هذا الكلام. مسرح العمليات يبدو انه اوكرانيا والصراع يبدو وكأن اوكرانيا وروسيا، لكن اهم سؤال هو بيحصل الان نحن في عالم في حاله من السيوله وعدم التيقن ويتشكل من اول وجديد بقوانين جديده. ما يحدث الان هو الاجابه على سؤال هوز ذا باص، من الذي يدير العالم؟ فبتتخلق كل شويه مجموعه من الصراعات حتى كل طرف يجرب الاخر ويرى قواه ويظهر قواه ويحدد اين مناطق نفوذه وترتيبه في هذه الاولويات. الولايات المتحده لم تعد خلاص انيمور هي رئيس مجلس اداره العالم. هذا هو الدرس الذي نستخلصه من الحدث الاوكراني من الناحيه الاستراتيجيه. علينا ان نتعامل مع عالم في ثلاثية أو رباعية القوى، بمعنى الصين تقود العالم كعملاق اقتصادي، روسيا بتأيدها، في تحالف أطلنطي ما بين أمريكا وما بين أوروبا، دول البريكس ودول ناشئة جديدة تظهر في المنطقة، الهند تظهر، دول البلطيق بتظهر، في تكتلات، جنوب شرق آسيا بيظهر، في عالم جديد بيتشكل. السؤال اللي احنا لازم نسأله مش مين صح ومين غلط، احنا كعرب نستطيع ازاي ان احنا نستفيد من هذا الموقف ونستطيع ان يكون لنا مكان ولا نكتفي بموقف المتلقي والمشاهد والذي يتلقى فقط رد الفعل. اهم شيء عشان نقدر نشارك في هذا الامر ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل في العالم وما ناخدش ردود الافعال فقط. يعني النهارده مثلا العالم العربي لديه دوله اسمها دوله الامارات تمثل المجموعه العربيه في مجلس الامن، والعالم الثالث لديه دوله اسمها الهند موجوده في مجلس الامن في العضويه الغير دائمه. الدولتين دول امريكا وروسيا والصين وكله بيضغط عليهم عشان كل واحد يبقى يصوت لصالحه. لو انت دوله الامارات ولو انت الهند وفي وسط هذا العالم تصوت فين وتروح فين؟ دي كلها لحظات صعبة، ده كله تقرير مصير، ده كله اختيار خيارات وانحيازات في عالم صعب ومعقد وبيتشكل. هل هتسقط كييف وهيغيروا النظام؟ لم يعد للنظام قيمة، لأن النظام يقوم على فكرة إيه؟ فكرة دولة ذات سيادة. لقد سقطت السيادة الأوكرانية تحت سمع وبصر الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. كل ما ترى من يقول لك عقوبات وإجراءات ضاغطة والكلام ده كله، من سبع ساعات وسط الرئيس الأوكراني ماكرون عشان يتوسط لدى بوتين عشان يكلمه لقاءات، لا مش يكلمه بس، عشان تحدث لقاءات تكون موجودة في مينسك. فروسيا هتبعت وزير دفاع وهتبعت وزير خارجية وممثل للكريملين للرئاسة، التلاتة دول هيروح يتفاوض، بس مش هيروح يتفاوض النهاردة أو امبارح أو بكرة، هيروحوا بعد يومين ثلاثة اللي هو الفترة المتوقعة كل المراكز الاستراتيجية لسقوط مفاصل القوى العسكرية الأوكرانية. فهو هيروح يقعد على مائدة مفاوضات يمضي. مش من خلاص يعني احنا هو زي ما حضرتك قلت الحرب انتهت. الحرب انتهت من ناحية حسم الأهداف
العسكرية الاستراتيجية التي كان يراد بها، وهي تحطيم قدرة الرد أو الردع لدى أوكرانيا، إحداث شلل في مراكز الرئيسية، في إنه السماء تكون كاملة تحت سيطرة الطيران الروسي، الضغط عليه من كل الاتجاهات، من كل الحدود، من ناحية بيلاروسيا، من ناحية مناطق الانفصاليين، من ناحية الحدود الروسية، التمركز في أماكن رئيسية، مدن رئيسية ناحية كييف وخور كييف وأوديسا، مفاعل تشيرنوبل أصبح تحت السيطرة. يكفي بس انه والاوكراني وهو بيحارب الروسي يدرك ان في 6345 سلاح قابل لان يكون راس نووي لدى روسيا. هي اكثر دوله في العالم لديها مثل هذه الاسلحه القابله لتحميل رؤوس نوويه. فاحنا بنتكلم في شيء محسوم، والأمريكان كانوا يعلمون ذلك، والغرب يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يتدخلوا أو يوقفوا أي شيء. فإحنا هي دي كانت لعبة اختبار who's the boss، ماذا يمكن أن يفعل. فبوتين ببساطة شديدة جدا، عارف بلغة الكوتشينة أو لغة لعب الكارت، he called their bluff. رح منزل ورقة وقال له ورينا هتعمل ايه، ما قدرش يعمل حاجة. الكاتب الصحفي الكبير، هذا الدرس المستقر. الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين اديب، اشكرك شكرا جزيلا.